مكرونه الاربيتا. نقول مقاديرنا، عندي مكرونه وصلصه وصوص طماطم وفلفل الوان، وعندي بصل وثوم وشطه وكرات وكرفس وكزبره خضراء وزيتون اسود وزيت زيتون وملح وفلفل. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا مش عارف اعملها ازاي بس هنعملها ان شاء الله، يعني هتطلع هتطلع. عندي نص بصلايه. عم شريف هتروح فين في العيد؟ اه على المذبح. ها لا ما خلاص هم بينسوا. فاكر زمان لسه ميت. كله من رضوى. ادي بصلتين اهم مع فصين توم، وده كرات ابيض. ما احنا عايزين نعمل حاجه يكون لها طعم يا جماعه. كرات ابيض. احنا اتفقنا مع بعض ان انا ما بشتغلش سالك، لازم يبقى في عوق كده معايا في الشغل. كده ادي بقى الطماطم بتاعتي. بنعمل الالربياتا مع حضراتكم. طيب كده عندي شوية فلفل حراقين وشوية شطة كمان مع الصوص اهو. ادي شويه زعتر. ادي الطماطم البوريه مع الفلفل مع الشطه. ادي الطماطم بكسرها كده. دايما الاربيات ببقى حبوب الطماطم باينه فيها، حبيبات الطماطم بتبقى باينه فيها عشان ايه يبقى لها طعم جميل. كده الصوص بتاعي. ادي زيتون فليه، فليه زيتون. وعندي على النار المكرونه شغاله اهي. اخلي بالي مع الملح شويه. وعندي المكرونه بعد ما سلقتها كده ثلاث ارباع سوا اهي، انزل بيها كده على الصلصه بتاعتي.
حبيبي يا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. خلاص يا باشا انا روقك، انا اهو ماشي كده. ماشي يا باشا كده، ادي اللهم صل على النبي. نديها بقى بقية الفلفل بتاعها الالوان. هو عمي عم شريف بيقول لي انا عمري ما اكلت الاربياتا بفلفل الوان. والله كل شيف ولي طريقه. انا يا عم بعمل كده عشان اعمل حاجه حلوه. انت بقى مالكش مزاج تاكل منها؟ لا هتاكل منها كده اهو. اصحى بقى معايا. نعم يا ست امل. الو السلام عليكم. ايوه يا شيف شربيني سامعني؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك عامل ايه؟ في نعمه يا بنتي والله. تسلم ايديك يا شيف شربيني على كل اللي بتعمله، ربنا عالم. تسلمي لي يا بنتي. حاولي تكلميها تاني يا فندم، اشكر سعادتك. كده حبه كزبره هم كده. عملنا المكرونه الاربياتا بالجمال والحلاوه دي كلها اهي. ايه رايك بقى كده؟ هتقول لي انا بعمل احسن منها؟ اكيد اكيد، انا ما بقولكش لا. يلا نشوف بقى الطبق اللي بعده.